اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شو تي في، اهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينه اسطات. الثمن ديال السمك، الثمن ديال الدجاج الرومي، الدجاج الابيض، فالثمن ديالو اللي هو 18 درهم للكيلو هنا بالضبط في السوق الشعبي الشطيبه كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شو تي في على هذا البث المباشر من مدينه اسطات بالضبط في السوق الشعبي الشطيبه. فالثمن ديال الدجاج الرومي الدجاج الابيض فهو 18 درهم للكيلو. فنتمنوا ان هذه الاثمنه هذه انها تخص على مواطن بسيط. فثمن ديال 18 درهم فهو ثمن اللي باقي غالي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شو تي في. كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينه اسطات بالضبط بالسوق الشعبي شطيبه. الثمن ديال الدجاج الرومي الثمن ديالو اللي هو 18 درهم للكيلو كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينه اسطات. تقدروا تقولوا لنا مشاهدينا الكرام شوف تقدروا تقولوا لنا مشاهدينا الكرام شوف قناه الشعب قناه شوف تي في الواصل ثمن ديال الدجاج عندكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. كيف ما كتشوفوا هذا البث المباشر من مدينه اسطات. الثمن ديال الدجاج الرومي الثمن ديال اليوم هو 18 درهم للكيلو. نتمنى ان هذه الاثمنه تنقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش اللي يعني الثمن ديالها يعني اللي غالي مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام. نتمنى ان هذه الاثمنه هذه تنقص مشاهدينا الكرام. تقدر تقول لنا مشاهدينا الكرام شوف قناة شو تي في شحال وصل ثمن الدجاج مشاهدينا الكرام. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام مشاهدينا قناة شو تي في الدجاج الرومي اللي هو 18 درهم للكيلو. مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينة اسطات بالضبط في السوق الشعبي شطيبة. فالثمن ديال الدواجن الثمن يعني اللي هو 18 درهم للكيلو. فنتمنوا ان هذه الاثمنه هذه انها تنقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش اللي الثمن ديال 18 درهم فهو ثمن باقي غالي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. فنتمنوا ان هذه الاثمنه هذه مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في انها تنقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش اللي يعني الثمن ديال 18 درهم فهو ثمن اللي غالي مشاهدينا الكرام. فنتمنوا ان هذه الاثمنه هذه تنقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش اللي يعني ثمن 18 درهم فهو ثمن غالي على المواطن. فكيف كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينه اسطات يعني كما كتشوفوا معنا قناه شوف تي في. الثمن ديال الدجاج الرومي الثمن ديالو اللي هو 18 درهم للكيلو.
أخذت منه مال أتمنالي أنها تقص على المواطن البسيط. ولكن ما كنشوفه معنا على هذا البث المباشر من مدينة أسطات. الثمن ديال السردين عفوا تشري كرام، الثمن ديال الدجاج الرومي فهو يعني 18 درهم. وكذلك يعني السردين كنا درنا قبل يعني قبل من هذا البث المباشر حتى هو الثمن ديالو باقي طالع 17 درهم. يعني الفرق بينه وبين الدجاج درهم، يعني الدجاج ب 18 درهم والسردين ب 17 درهم. فنتمنوا ان هذه الاثمنه هذه انها تنقص على المواطن البسيط، المواطن الدرويش، اللي يعني الثمن ديال الدجاج الرومي فهو ثمن اللي يعني باقي غالي. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، يعني الثمن ديال 18 درهم فهو ثمن باقي مرتفع. فتقدروا تقولوا لنا مشاهدينا الكرام شحال وصل ثمن الدجاج في المدن ديالكم؟ مشاهدي الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة أسطات. كيف ما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، على هذا البث المباشر من مدينة أسطات. الثمن ديال الدجاج الرومي، الدجاج الابيض، الثمن ديالو اللي هو 18 درهم، 18 درهم الكيلو. ف يعني الثمن اللي هو مازال طالع على يعني الثمن اللي طالع يعني ب 18 درهم. فنتمنوا ان هذه الاثمنه هذه انها تنقص على المواطن البسيط. كتقدر تقول لنا متابعينا الكرام شحال وصل ثمن الدجاج الرومي عندكم؟ مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، يعني شحال وصل الثمن ديالو في المدن ديالكم؟ متابعينا الكرام عبر قناة الشعب، قناة شوف تيفي، فدائما كنقرب لكم من الاثمنه ديال الدواجن ديال اللحوم الحمراء والبيضاء والسمك والفواكه والخضر. دائما كنقرب لكم من الاثمنه مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، كيف ما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينه اسطات. الثمن اللي هو 18 درهم للكيلو. فنتمنوا ان هذه الاثمنه هذه انها تنقص على المواطن البسيط، المواطن الدرويش، اللي يعني الثمن ديالو اللي مازال مرتفع. ف 18 درهم هو ثمن غالي مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي. فالثمن ديال الدجاج الرومي، الثمن ديالو اللي هو 18 درهم للكيلو، ف 18 درهم للكيلو كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، فالثمن مازال مرتفع. يعني الثمن ديالو اللي هو 18 درهم للكيلو، فنتمنوا ان هذا الثمن هذا انه ينقص على المواطن البسيط، المواطن الدرويش، اللي يعني الثمن اللي غالي مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي. نتمنوا ان هذا الثمن هذا ينقص مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي. اذا مشاهدينا نشكركم على حسن متابعتكم، والى بث مباشر اخر ان شاء الله.